خلال مشاهدينا نتعرف على الأحوال الجوية. ومرة أخرى شروق عماد، شكرا لكما وأهلا بحضراتكم. وآخر وقفتنا لهذا اليوم للتعرف على أهم درجات الحرارة محليا وعالميا. خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب صعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 37-27، إسكندرية 35-24، مطروح 33-23، بورسعيد 34-25، إسماعيلية 38-24. أما عن السويس 38-24، العريش 35-24، طابة 36-26، شرم الشيخ 40-27، الغردقة 40-27. الأقصر 43-24، أسوان 44-27، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 39-29، حلايب 35-28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.